اعرب مجلس الشورى عن الثناء والاشاده بالجهود المميزه والاستثنائيه التي تقدمها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه لضمان نجاح موسم الحج كل عام وحرصها على تسخير كافه الامكانيات والكوادر والخبرات من اجل خدمه الحجاج مقدرا المجلس عاليا الدعم والاهتمام والرعايه التي يحظى بها موسم الحج من لدن خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي هذا وثمن المجلس المستوى الرفيع من التنظيم والاستعدادات الكبيرة والخدمات المتعددة التي تم توفيرها للحجاج من قبل مختلف الجهات مشيدا باستمرار عمليات التطوير والتحديث في الانظمة والاجراءات التي تسهم في التسهيل على الحجاج